اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقولوا يودين هذا على شهادة منكم الأتقية أو الأولية. نعم سيدي غادي يصيبوا ذاك الحال اللي غادي يصير الظلم، ولكن في الأخيرة غادي يكون حال وحل. في الأخيرة غادي يكون حال وحل، ولكن ذاك الحال اللي يعيشوه الظلمة غادي يعيشوا معهم كزلزال ولا خس ولا جوع ولا جفاف ولا مصيبة، غادي يعيشوا بالطائع بالعاصي. يوم القيامة يوقع التصفية، الظالم غادي ياخذ الجزاء ديالو والمؤمن غادي ياخذ الجزاء ديالو. ولكن المصيبة الدنيا أدعو لكم، حنا واحد الحديث فيه إحدى الزوجات السيد إحدى الزوجات ديالو شكون هي علي نفس سميتها، قالت له أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون. زعما كيفاش هو اللي كان الله فينا الصالحون؟ لا نهلك. قال لها نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الذنب والإجرام والظلم غادي يهلك الله بالطائع بالعاصي، كل شيء يتهلك. فحنا يا أنشروا دابا من 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 العين ديال الجفاف واحد، كلنا نشربوا، نشربوا من الغلاء كل واحد، ها؟ حتى الغلاء راه مصيبة، الغلاء في الحياة، الغلاء في الحياة راه حرب الله، ها؟ حرب مولانا كاين. مصيبة إلهية هذا الغلاء اللي نشتكيو منه جميعنا، فادي وفادي من يجري جاي عنده أسباب. ها وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، واش ربي يظلم؟ ربي حضر حرام الظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ماشي هذيك الذرة أنت عيرها شحال هي والو، واحد حاجة الغبرة اللي عندها الشعاع ضده، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. حنا نعيشوا الاخوان، نعيشوا حياه الفتنه، حياه القلق، وحياه ما فيها لا اطمئنان ولا استقرار. وسببها سببها الوصايا ديال النبي مشات، والاوامر الالهيه مشات، وحنا نعيشوا ما تهواه الانفس ديالنا. ومازال لا قدر الله، لا بقى في الامه الاسلاميه على هذا الحال، مازال اللي جاي مازال اللي جاي على الله يتقاد يكون، حنا رحنا في رحمة الله، مازال الأمور قد تبدات، ولكن الأمة الإسلامية إذا ما تسلمهاش ولا تطيق رب العالمين، وداروا الجدريد وبكوا مع اللي يبكي وفرحوا مع اللي يفرح، مازال يجي واحد الوقت اللي فيه القيمة في الدنيا، القيمة مش القيمة الدنيا نفسي صافي الله يهنيك، ما كاين ما يرحمك إلا ابنك ولا أمك ولا خضرات، نفسي الله يهنيك، ولكن الإسلام إذا تعاملنا بالإسلام حاجة أخرى، لأن التعامل بالإسلام هذاك الناس اللي يتعاملوا بالإسلام شنو يسموا في الدنيا يسموا لي الله. الناس اللي يتعاملوا بالإسلام يتعاملوا بالدين ويطبقوا ما استطاعوا من الدين شنو يسموا في الدنيا؟ أولياء الله. ليه أولياء الله شنو؟ غير اللي عنده قبال هي والقبال هي، لا لا لا. قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شكون هم؟ هم يقولون القرآن الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل من آمن بالله واتقى الله فهو ولي، كل من آمن بالله واتقى الله فهو ولي، ومن كان وليا لا يخاف حتى شيء، لأن ضمن الله تعالى أمنا، الله تعالى ضمن الأمن. والضمانة ربي فيها شيء، الضمانة ربي فيها شيء. يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما يخافون في الدنيا ولا في الآخرة، ما يحزنون لا في الدنيا ولا في الآخرة. وغير الأولياء يدبروا يعيشوا الخوف أنا وليه والحزن أنا وليه. شكون هاد الأولياء؟ ما نقولوش الأولياء غير اللي داخل الناس اللي يعبدوا الله وتقوا وكذا وماتوا داروا على الصالحة ويزوروا الله، لا لا لا. كل من يؤدي الواجبات ويمتثل الاوامر ويجتنب النواهي فهو ولي الله في العباد ديالو. واللي ولي الله في العباد مضمون له يعيش في الامن والاطمئنان والاستقرار. الله يوفقنا واياكم للاعمال اللي يجعلنا نعيش في امن وامان وفي اطمئنان واستقرار. يا ربي وفقنا محمد الى الاعمال يجبنا الخير ويدفع عنا الشر. اللهم يا كريم وفق الأمة الإسلامية للأعمال بالجنة الخير ودفع عنا الشر. اللهم يا كريم احفظنا من الشر
ومن المكروه ومن الفلسان والميحان ما ظهر منها وما ظهر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لو تعاملنا بمقتضى الإسلام لو كنا كرجل واحد، رجل واحد يهمك يهمني ويقلقك يقلقني وهكذا وهكذا. وهنا سيدي وجود يقول بعد ما قال لا تظالموا ولا يظلم بعضكم بعض. هاهو لا يظلم. الظلم لا يظلم، نتيجته التفريقة، نتيجته الفتنة، الظلم نتيجته غضب الله، لأن كل أمة فيها الظلم إلى أن ينزل بها الله صعيب منها. الظلم يجلب غضب الله، العدل يجلب رحمة الله. كل أمة من الأمة متعمدة الظلم إلا ويهلكها الله، إهلكها الله عاجلا أو آجلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون.